السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن مصروفات كليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023-2024 والأوراق المطلوبة للتقديم. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة ما تنسوش تصلوا على النبي وتعملوا لايك للفيديو وشير وتشتركوا في القناة عشان يوصلوك كل الأخبار الجديدة. بدأ طلاب الثانوية العامة بعد الانتهاء من امتحاناتهم في البحث عن الكليات والجامعات ومصروفات الجامعات الخاصة، منها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا موجودة في الحي المتميز في 6 أكتوبر في الجيزة، وهنبتدي النهاردة نتكلم عن الكلية بشكل تفصيلي وهنتكلم عن مصروفاتها وكل حاجة تخصها. أول حاجة كليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فيها عدة كليات، منها كلية الطب البيطري وكلية طب الأسنان وكلية الصيدلة وكلية العلاج الطبيعي وكلية التمريض وكلية العلوم الصحية التطبيقية، بالإضافة لكمان كلية التكنولوجيا الحيوية وكلية الهندسة وكلية معلومات تكنولوجيا المعلومات وكلية التربية الخاصة وكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال وكلية الإدارة والاقتصاد وكلية اللغات والترجمة وكلية الآثار والإرشاد السياحي. هنتكلم بقى عن مصروفات كليات الجامعة. بالنسبة لكلية الطب البيطري مصروفاتها 155,000 جنيه، مصروفات كلية طب الأسنان 145,000 جنيه، الصيدلة 95,000 جنيه، العلاج الطبيعي 95,000 جنيه، التمريض 50,000 جنيه، العلوم الصحية التطبيقية 50,000 جنيه، كلية التكنولوجيا الحيوية 70,000 جنيه، كلية الهندسة 70,000 جنيه، كلية تكنولوجيا المعلومات 75,000 جنيه، كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال الشعبتين العربية والإنجليزية 55,000 جنيه، كلية الإدارة والمصروفات كلية الإدارة والاقتصاد شعبتين عربي وإنجليزي 55,000 جنيه، كلية اللغات والترجمة 55,000 جنيه، الآثار والإرشاد السياحي 40,000 جنيه، التربية الخاصة مصروفاتها 40,000 جنيه. بالنسبة بقى للأوراق المطلوبة للالتحاق بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أول حاجة الشهادة الرسمية للتعليم الثانوي العام معتمدة وموثقة وشهادة الميلاد، بالإضافة لست صور شخصية، استمارة 2 جند للطلاب المصريين الذكور يمكن الحصول عليها من أي مكتب تجنيد تابع ليها، وبطاقة عسكرية للمصريين الذكور اللي تجاوزوا 19 سنة، استمارة طلب وملء الاستمارة ونسخة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر للطلاب الغير مصريين. كده يبقى احنا اتكلمنا عن أسعار ومصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والكليات المختلفة الموجودة فيها، واتكلمنا عن الأوراق المطلوبة. لو ليكوا أي سؤال اكتبوه في التعليقات، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتحطوا لايك وشير للفيديو عشان يوصلوك كل الفيديوهات الجديدة، ومع السلامة.